السلام عليكم. دلوقتي هنشوف أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، هنسأله سؤال هو بيجاوب عليه. طيب تعالى بص من فوق، بيقول أنت متخصص في إيه؟ هل أنت ريسيرش؟ هل أنت هاكر نيوز؟ هل فأقول له خليها ريسيرش، وهستخدم شات جي بي تي 3.5. أوكي، وهاجي هنا أسأله سؤال، وهو من خلال السؤال ده يولد لي إجابات، ومن خلال الإجابات يولد أسئلة، ومن خلال الأسئلة يولد إجابات. تمام. طيب هقول له مثلا ما هو الذكاء الاصطناعي؟ يبدأ بقى يجيب إجابة للسؤال. تمام، لحد كده مفيش أي مشكلة خالص. مجال في العلوم الحاسوبية، المسؤول عن إنشاء أنظمة وبرامج تتمتع بقدرة على تعلم واتخاذ القرارات وحل المسائل دون تدخل بشري مباشر. تمام، الإجابة دي طلع منها سؤال، والسؤال ده هيولد منه إجابة كذا سؤال. تمام، الأسئلة دي يبدأ يجيب لك إجابة عليها. ليه الذكاء الاصطناعي بيعتبر مجال مهم في الحوسبة؟ وليه الذكاء الاصطناعي بيستلزم إن إحنا نكون فاهمين الشبكات العصبية وتعلم الآلة؟ تمام، تقدر تدوس عشان تشوف الحاجات. طيب الإجابة دي يولد منها أسئلة، وهكذا. فتلاقي عندك بقى إيه؟ معلومات كتيرة جدا لمجرد ان انت طرحت الموضوع للشات. زائد ان انت تقدر تستخدم شات جي بي تي 4 لو انت حابب. طب الاجابة دي خلصت؟ لا، في اهي اتولد منها سؤال، السؤال اللي يولد اجابة، وهكذا. تقدر تسحب الشاشة بحيث ان انت تشوف. فانت كده من خلال الاسئلة والاجوبة، لو انت بتتعلم هتبقى عندك معلومات حلوة، لو انت مدرس انت بقى عندك اسئلة كتيرة جدا تسألها للطلبة. ما شاء الله، اسئلة على الاجابة واجابة على الاسئلة، وهكذا. موقع جميل الصراحة، يستحق إن أنت تجربه في مواضيع مختلفة. هو معتمد على شات جي بي تي، فهتلاقي معلومات قيمة. لسه مكمل، بياخد الإجابة ويولد منها أسئلة، ومن السؤال يولد إجابة، والإجابة تولد أسئلة، والفرخة تجيب كهكوت، وكهكوت تجيب فرخة، وهكذا. صراحة الإجابة رائعة والسؤال رائع، هو السؤال نفس الإجابة الصراحة. أنا هوقف الفيديو لحد كده، وهتلاقوا رابط أسفل الفيديو إن شاء الله. ولو عندكم موقع حلو زي كده يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات.